اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. ناس كتير كانت بتسالني هو ازاي اكتب بيرسونال ستيتمنت، ودي من اكتر المشاكل اللي بتواجه ناس كتير ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي ناس كتير تترفض في المنح. فانا هقول لكم في 10 طرق اكتر حاجات ممكن تعملوها تساعدكم ان انتوا تكتبوا بيرسونال ستيتمنت بطريقه احترافيه او بطريقه جيده جدا جدا جدا. اول حاجه لازم يكون عندك وعي بذاتك، لازم تكون عارف نفسك كويس، عارف انت مين، عايش ليه، ايه هي القيم بتاعتك، ايه هي الخبرات والمهارات والمعارف بتاعتك، ايه هي القدرات والعلاقات والانجازات اللي عندك، ايه هي تفضيلاتك الشخصيه، ايه هي توجهاتك، ايه هي التطلعات بتاعتك، ايه هي المساهمات اللي انت بتعملها في المجتمع. يكون عندك وعي بذاتك، كله عباره عن سيلف اويرنس. كل ما بيكون عندك وعي بذاتك اكتر، كل ما بتكون عارف نفسك اكتر، كل ده ما بيسهل عليك حاجات كتير جدا. تاني حاجه، زي ما بتكون عارف نفسك لازم تكون عارف كل حاجة عن المنحة، تكون قريت البروجرام ديسكريبشن وده اللي بيوصف البرنامج عبارة عن ايه، تكون قريت الاف كيو ان ايز الفريكوينت كويستشنز اند انسرز، دي الاسئلة المتكررة ناس كتير جدا بتسألها عن المنحة، تكون قريتها كويس جدا، عرفت ايه هي الكرايتيريا اللي هيختاروا الناس على اساسها، يعني هم يختاروا الناس على اساس ايه، هل لسن معين، لمجال معين، بطريقة معينة، ليهم تفضيلات معينة، فلازم تكون فاهم الحاجات دي بطريقة كويسة جدا. ثالث حاجة، خلي الموضوع في صورة اسئلة. كل ما بتسأل نفسك اسئلة، ناس كتير بتقول انا مش عارف اكتب بيرسونال ستيتمنت، مش عارف اكتب حاجه، مش لاقي حاجه في نفسي، فبقعد اساله. في ناس سالتها مثلا اكتر من 150 سؤال. كل ما بتسال نفسك اسئله كل ما بتطلع اجابات اكتر. لو جبت بس يعني سطرين على كل سؤال هتبدا ان انت تطلع اسئله كتير. الاسئله دي ممكن تكون زي اللي سالناها، انت مين، عايش ليه، عايز تعمل ايه، الحاجات اللي انت عملتها، ايه انجازات. كل ما بتسال نفسك اسئله اكتر كل ده ما بيسهلك الموضوع بطريقه كبيره جدا. رابع حاجه، خلي الاجابات بتاعتك في شكل نقاط محدده. بمعنى ايه؟ بمعنى انا قلت لك ايه الانجازات اللي انت عملتها في حياتك، هتكلمني على المستوى الاكاديمي، على مستوى العمل التطوعي، على مستوى الخبرات المهنيه، على مستوى كده. خلي الموضوع على عده مستويات. وكمان وانت بتتكلم first of all، second of all، third of all، انت دايما بتحط الموضوع في شكل نقاط. كل ما بتكون مرتب اكتر كل ما بتكون واضح بالنسبه ان انت بتتكلم بتاعك، بتكون كونسايز وتكون تو ذا بوينت. خامس نقطه من النقط اللي بستخدمها كتير بتفيد ناس كتير جدا، هي البرين ستورمينج او العصف الذهني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تحط نفسك في النص، تطلع فروع، انت ليه عايز تسافر، ازاي هتسافر، ايه الاسهامات اللي هتعملها. بتعمل الموضوع بشكل برين ستورمينج، تقعد تعمل رسومات كده وتطلع خطوط. وفي زي ما انتم شايفين في الصوره كده في شكل البرين ستورمينج بيرسونال ستيتمنت، دي هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تفكر في الحاجات اللي انت عايز تعملها وتكون الامر بالنسبه لك واضح بشكل كامل. سادس حاجه، استخدم كلمات متنوعه. بمعنى ايه؟ ما تخليش نفسك ماشي على نفس النمط اللي انت ماشي عليه. ما تقولش اي لايك اي لايك اي لايك اي لايك، لا، لايك دي ممكن تستبدلها بكذا تاني. مره تقول اي لايك، مره تقول مره I enjoy, I love, I adore, I appreciate, I'm excited about, I'm interested in, I'm crazy about. حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها، بتستخدم كلمات كتير بتبين للشخص ان انت عندك حصيلة فوكاب، انت بتعرف تستخدم جمل كتير، مش ماشي على نفس الاسطمبة او انت حافظ حاجة معينة. رقم 7، قسم البيرسونال ستيتمنت بتاعتك لباراجرافز، ما تخليهاش مكتوبة كده حاجة واحدة او تمبلت واحد، قسمها لباراجرافز. كل باراجرافز بيتكلم عن حاجة معينة، فده بيسهل للشخص، بيحسسه ان انت عامل الموضوع بشكل تسلسل. تامن حاجة، قسم الموضوع لشكل مقدمة وبادي وكونكلوجن. في المقدمة خلي عندك مقدمة شيقة جدا، ممكن تبدأها بشكل أسئلة، أو ممكن تبدأها بشكل ستوري، ممكن تبدأها بكويتيشن، كويتيشن مثلا لحد مشهور، ممكن تبدأها بحاجة فاني أو حاجة فكاهية. المهم إن تبدأ البيرسونال ستيتمنت بتاعك حاجة تخليها شيقة جدا، إن دي أكتر حاجة بتحمس الواحد إن هو يقرأ كل البيرسونال ستيتمنت بتاعتك. وآخر حاجة الكونكلوجن، لازم تكون بتقول حاجة مختصرة تماما في نقاط، أنت إيه أهم نقاط القوة عندك، إيه الحاجات اللي انت باسهام كبير جدا، في شكل ثلاث جمل بتسامرايز كل حاجه انت عملتها. تاسع حاجه، تجنب البلاجوريزم. يعني ايه بلاجوريزم؟ يعني انت تاخد حاجات كوبي بيست من حد تاني هو كاتبها وتسرق مجهود، ده يعتبر جريمه في امريكا. فاياك تعمل كده، اياك تاخد حاجه من على النت، لازم تكتب الموضوع بنفسك، لازم الموضوع يكون بيتكلم عنك. ولو وصلت حتى الانترفيو واكتشفوا الموضوع ده هتبقى مشكله كبيره جدا، فتجنب الموضوع ده. عاشر حاجه، خلي حد سافر منحه قبل كده او هو عنده خبره كبيره في الاكاديميك رايتنج يرجع لك البيرسون ستيتمنت بتاعتك، يديك عليها كومنتس، يديك عليها فيدباك، هيساعدك بشكل كبير انت تحسنها وتعرف الاخطاء بتاعتك. دي اهم 10 حاجات محتاجهم عشان تكتب بيرسونال ستيتمنت بطريقه كويسه، ودي كانت سبب ان انا اتقابلت من خلاله في منح كتير، وناس كتير جدا اتقابلت في منح كانت بتشارك معايا الافكار دي، مش بس هي افكاري انا لوحدي. فده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. حاول تتبع الخطوات دي، شارك الفيديو مع اكبر عدد من الناس، منشن لاصحابك، وصل الفيديو ووصل المعلومه. كل ما بنبني مجتمع اقوى من الناس عندها معرفه اقوى، بنشارك المعرفه مع ناس اكتر، ده بيفيد الناس، بيفيد الناس اللي حواليكم. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو في عندكم اي اسئله اكتبها في الكومنت سيكشن تحت، ونشوفكم في فيديو تاني. and goodbye.